حقيقة تعرض الأرض لارتفاع في الحرارة يتجاوز تحمل البشر، مركزه الخليج العربي. خلصت دراسة جديدة إلى أن مواجهة الأرض مزيجا من الحرارة والرطوبة للدرجة التي لا يمكن تحملها من قبل البشر أصبحت أمرا يمكن التعرض له في المستقبل القريب، مؤكدة أن الأرض قد تتعرض لارتفاع لا يطاق في درجات الحرارة خلال عدة عقود حال استمرار معدل تغير المناخ الحالي. ووجدت الدراسة أن الظروف القاسية التي تصل إلى ما يقرب من 115 درجة فهرنهايت على مقياس مؤشر الحرارة، قياس الحرارة والرطوبة التي يشار إليها غالبا باسم درجة الحرارة، تضاعفت بين عامي 1979 و2017. تعتبر الرطوبة والحرارة مزيجا مميتا بشكل خاص، لأن الرطوبة تعبث بقدرة الجسم على تبريد نفسه عن طريق التعرق، وتشير النتائج إلى أن الظروف القاسية التي توقعها العلماء كنتيجة وشيكة لتغير المناخ أصبحت حقيقة في وقت أقرب مما كان متوقعا. وقال رادلي هورتون مؤلف مشارك للدراسة الجديدة التي نشرت في مجلة ساينس أدفانسز في بيان: قد نكون أقرب إلى نقطة تحول حقيقية في هذا الأمر مما نعتقد، وتوقع بحثه السابق أن العالم لن يعاني من الحرارة والرطوبة بما يتجاوز التحمل البشري لعقود، وذلك وفقا لما نقله موقع ذا فيرج. وأظهرت الكثير من الأبحاث أن أحداث الحرارة الأكثر حدة وتكراراً هي أحد أعراض تغير المناخ، لكن معظم هذه الدراسات استندت إلى قراءات نظرت في المتوسطات على مساحة واسعة على مدى فترة طويلة من الزمن. وبدلاً من ذلك نظر هورتون وشركاؤه عن كثب في بيانات كل ساعة من 7877 محطة أرصاد حول العالم، واستخدموا مقياس اللمبة الرطبة الذي يقيس عوامل أخرى مثل سرعة الرياح والإشعاع الشمسي فوق الحرارة والرطوبة. وبهذه الطريقة وجدوا أكثر من 1000 قراءة للحرارة والرطوبة الشديدة، ووصلوا إلى قراءات لمبة مبللة تبلغ 31 درجة مئوية، والتي كان يعتقد سابقا أنها نادرة جدا. وعلى طول الخليج العربي رأوا أكثر من 12 قراءة فوق ما يعتقد أنه حد التحمل البشري البالغ 35 درجة مئوية على مقياس البصيلة الرطبة، وهذه أعلى قراءة للمبلل وثقها المؤلفات العلمية على الإطلاق. ففي عام 2015 شهدت مدينة بندر مهاشهر في إيران بوصلة مبللة بقراءة أقل من 35 درجة مئوية عند أكثر من 160 درجة فهرنهايت على مقياس مؤشر الحرارة، وهذا أعلى بنحو 30 درجة من حيث ينتهي نطاق مؤشر الحرارة لدائرة الأرصاد الجوية الوطنية، وهو سيناريو لم تتوقع النماذج المناخية حدوثه حتى منتصف القرن. شهدت نوبات من الحرارة الرطبة الشديدة أيضا عبر آسيا وإفريقيا وأستراليا وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية، وتم تجميعها بشكل عام على طول السواحل، وكان ساحل خليج الولايات المتحدة شديد الضرر، كما شهدت المنطقة عشرات الحالات
التي وصلت إلى مستويات لم يكن من المتوقع أن تحدث لعقود. ويقول الباحثون إن الظروف الشديدة استمرت لساعات فقط، وكانت غالباً في مناطق صغيرة فقط، لكن هذه النوبات أصبحت أكثر تكراراً وأكثر كثافة. ويؤكدون أن الدراسات المستقبلية يجب أن تأخذ نظرة محلية مماثلة للحصول على فهم أفضل لكيفية حدوث تغير المناخ في المجتمعات التي ستشعر بالأزمة قبل بقية العالم. وقد اتخذت سلسلة الحائز على جائزة بوليتزر التي نشرتها صحيفة واشنطن بوست هذا النوع من النهج في سلسلة حول الأماكن التي ارتفع فيها متوسط درجات الحرارة بالفعل درجتين مئويتين، وهي العتبة التي تهدف اتفاقية المناخ في باريس إلى منع العالم من تجاوزها. ويقول كولين ريمون المؤلف الرئيسي وباحث ما بعد الدكتوراه في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا: إذا قمت بتكبير الصورة فإنك ترى أشياء لا تراها على نطاق واسع، وعلى نطاق أصغر إنها أكثر كثافة. واحد القيود على دراستهم وفقا لريموند هو أن هناك أماكن في جميع أنحاء العالم تفتقر ببساطة إلى محطات الطقس، لذلك ما استطاعوا توثيقه يمكن أن يحدث على نطاق أوسع، بينما لا توجد أدوات في مكانها لإجراء تلك القياسات في كل مكان. والحرارة الشديدة تقتل بالفعل المزيد من الناس في الولايات المتحدة أكثر من أي حدث آخر متعلق بالطقس. ووجدت دراسة أخرى نشرت هذا الأسبوع أنه في غضون 50 عاما قد يجد ما بين 1 إلى 3 مليار شخص أنفسهم يعيشون في درجات حرارة شديدة الحرارة، لدرجة أنهم خارج النطاق الذي تمكن فيه البشر من الازدهار. ويعتمد عدد المليارات التي ستواجه هذا المستقبل على الإجراء الذي يتم اتخاذه الآن لمنع ارتفاع درجة حرارة الكوكب بشكل خطير.